ايش هذه؟ باي 50. ما بس باي 50. ما الا 50 ابيان انا تعبان. شو ليش ما كلمتني في نوال؟ ما عليك تعبان. طيب ما نزلت. طيب كلمنا على الاقل قول لي ايش معي بياس. يا ما مش الموضوع مش موضوع كذا، دي البياس اليوم طبيعي. ابني ما الا 50 الله يحفظك، انا دخلت المستشفى الحين. مستشفى ايش اعمل لك لو انت دخلت المستشفى؟ انا تعبان ابني الله يحفظك. ما تعبان على نفسك. فاديني الدمية. الدمية سريع. الدمية سريع. قلت لك الدمية سريع. يي يا حاج. يي حاج. باك 50 باك 50 دياس. باش 50 تتكلم طيب من اول. ما عليك. خذ 50. أنا شندي لك إياها. هات 50. هات 100. ما فيش. ايش ما هدرش من وال؟ هات 100. ايش ما هدرش من وال؟ هات 100. هدي هات 300. خلاص هات 100 ها. هات 100. ماشي انا مشي منك انا مشي منك. خلاص تبعي. انا مشي منك. تبعي. ما عرفتش. تبعي. قالك 100. يا اخي ما كلمناش، الحين لو كلمنا ساعة. بس عذب الشيخ. هدي هدي البياس. هدي 100. هات 100. هات 100. يا اخي اسمع شو اقول لك، الحين لو كان الحين لو كان طلع الحين. الحين لو كان طلع وكلمنا الحين لو كان طلع لو كان طلع وكلمنا شو يعني بياس من زمان طبعا احنا لا يدي البياس هذا البياس هذا ال100 هذا ال100 الحين خلاص يا اخي هذول هذول كذابين مو كذا طيب صل على النبي هذول كذابين هذول كذابين هذا 100 جايها ما فيش منك انا ايش منه خلاص تبعي يا اخي هذول هذول كذابين يدي بياس تعال انشروا ايش انشروا انشروا هات 100 هات 100 هات 100 سيبها نفسه سيبها نفسه هات بياس هات 100 ما كلمت انا ما كلمت انا هات 100 هات 100 هات 100 هات 100 هات 100 هات 100 الليل هات 100 انت شيء قلت اقول لك يا اخي دي بياس هذا مجعلهم كذابين تعال تعال يا حاج اقول لك مشاكل طيب لحظه لحظه يا اخي تعال اكلمه يا حاج تعال مالكم 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 مشاكل اين جاء؟ في حوش ركب يا اخي على نفسه هذا مش عادي وين قال حاج؟ يا اخي بالله تطلع على السوق اسمع خلوه يجي خلوه يجي خلوه يجي امانه طلعت ببابك السوق امانه امانه لو سمحت أنا ليش خلونا نزع عليه؟ على سنة نحن عندنا ليش خلونا نزع؟ لا مش شامل مش شامل قول 100 ال 100 شلندينك بدل 100 شلندينك بدل 100 100 ريال على ليش خلونا نقزع؟ ليش خلونا نقزع؟ خليني تعال 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 سريع لا حدا لا تصور شيء داو مالكم بعدوا على 100 صاحبنا 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 ايش اللي تعال لحظة ايش رايك في اصحاب الباصات اللي بيتعاملوا بنفس الطريقة؟ ما قال لما يقول انسان ما معوش حرام ما معوش خلاص اما اللي يقول حرام هذا غير لكن سعابه سعابه يلا احنا الحق يا اخي يكون ما معاش بياس عيب يعني يجي يتهمق على واحد كبر منه ما معاش بياس انا بحاسب له اما يجي يسب على يرقم بالبياس هذا حماقه ايش رايك في اصحاب الباصات اللي بيتعاملوا بنفس الطريقه لا ما يصلحش يا اخي الانسان كبر منه ما يصلحش كذا كبير او صغير بعض الاحيان الحاجه الذي يا اخي هو المفروض احسن حاجه من يجي شعرته من البدايه معي كذا ولا كذا